بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الخالق العلام ذو الجلال والاكرام الملك القدوس السلام والصلاه والسلام على المبعوث للانام محمد بن عبد الله ذو المكانه والمقام المحمود على لسان الكرام وعلى اله وصحبه الاعلام وعلى من تبعهم بإحسان اللهم صل على محمد وآل محمد حياكم الله مشاهدين الكرام نلتقيكم في برنامج خير الكلام مثل ما عودناكم بالقرب من جنة الإمامين الكاظمين عليهما أفضل الصلاة والسلام ودائما الملتقى يكون على مدى ساعة من الوقت وإن شاء الله منصة الفيسبوك راح تكون مفتوحة عبر فيها البث المباشر وموضوعنا لهذا اليوم راح نكون عن تهويل الامور وان شاء الله ننتظر تعليقاتكم اللي راح تنعرض جميعها على شاشه قناه كربلاء الفضائيه وبرفقه اليوم زميلتي ابتهاج مساء الخير والبركه عليك مساء الخير والبركه علينا وعليكم على جميع المؤمنين الله يديم هالرفقه الطيبه والمحبه الخالصه لله عز وجل مشاهدينا الكرام حياكم الله ونحن بالجوار المقدس للامامين الكاظمين عليهما صلوات ربي وسلامه نسال الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بقضاء الحوائج اولى هذه الحوائج هي التعجيل لفرج مولانا صاحب العصر والزمان و أن ننال رضا الإمام إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كما نوهت زميلتي بأن هنالك عدد من الفقرات تسبق موضوعنا لهذا اليوم ونوهت بضرورة مشاركتكم إيانا بالحديث عن الموضوع لهذا اليوم، لكن قبل أن نبدأ بحديث اليوم، سوف نعرض عليكم فقراتنا فكونوا معنا. نبدأ واياكم مع فقره دروع واقيه، وقد اخترنا لكم من خلالها عبر هذا الحديث ما يتقى به للامن من كل داء. اما فقره نقطه تحول سنكون فيها مع ايه على وتتحدث لنا عن كيفيه التعلق بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكنت متمسكه بقراءه دعاء الفرج ليل مع نهار واطلب الشفاعه من الامام سلام الله عليه. ثم نعود بكم الى فقره سفن النجاه حيث نتعرف معا على منزله الوصي من الامين وعظمه هذه المنزله. والى فقره احكام تجويديه مع الاستاذ يحيى الصحافه واحكام قرانيه جديده تنفع قراء القرآن والمتعلمين مالك يوم الدين هنا يجب الانتباه أكثر مالك يوم الدين كلمة مالك الكاف مكسورة يعني فقط حركة كسر مشاهدينا الأحبة وعنوان الحلقة سيكون عن تهويل الأمور وتعظيمها من قبل بعض الناس يا ترى كيف نتدارك ذلك التهويل الخطير مشاهدينا الاحبه وضمن فقره ضيف البرنامج سينضم معنا سماحه الشيخ منير الكاظمي من العتبه الكاظميه المقدسه. والسؤال هو كيف نتعامل مع التهويل ولماذا تهول الناس الامور. ان رمت في الدنيا رضا الوهابي لتفوز في الأخرى بخير ثواب أحبب حبيب الله واتبع حديه صلوا عليه وآله الأطياب اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ونبدا بهذه الصلوات كي ندعو لامام زماننا لاننا تعودنا من اداب اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام انه نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بمن هم احب الخلق اليه وهم محمد وال محمد عليهم افضل الصلاه والسلام لكي ندعو لامام زماننا ونقول اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك. وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا واذل له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير اعلق هنا في مقطع من مقاطع الدعاء حينما يقول استبدل خوفه يمكن بهذا الدعاء فالخوف على الدين وليس الخوف من من الناس لان زين العابدين عليه افضل الصلاه والسلام يقول نحن عادتنا الشهاده اتوقع هيك مضمون كلام الامام زين العابدين كرامتنا من الله الشهاده نعم نعم فهنا لابد انه ما يلتبس على بعض الناس حتى انه هناك سلام للامام سلام عليك ايها المهذب الخائف ولي لم يخف من القتل لأنهم هم عادتهم نعم. القتل يعني دائما هم يقتلون اولياء الله عز وجل آه فهو خوفاً, خوفا على دين الله خوف عن خوف يفرق نعم آه كان موسى عليه السلام خائفا يترقب هذا الخوف يختلف عندما يكون مرتبطه هذه السماوات والارض مرتبطه بوجود الحجه فتسيخ الارض باهلها فكيف لا يخاف على الارض واهلها؟ كيف لا يخاف على الرساله؟ نعم يخاف على الرساله ومعنى الخائف ايضا يعطي معنى المتخفي هو خائف يترقب متخفي وليس الخوف المذموم، اذا هنالك خوف محمود وخوف مذموم، الخوف المحمود هو خوف الانبياء اللي ذكر في كتاب الله العزيز الحكيم كما ذكر خوف موسى عليه السلام، ذكر خوف يعقوب وذكر خوف ابراهيم سلام الله عليهم فهذا الخوف مرتبط بالامر الالهي آه لذلك ونحن نتكلم عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف نسأل الله أن يمن علينا برضاه هنالك أدعي لابد من المواظبة عليها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذه خليني ندعيها بإخلاص عقب كل فريضة وبالقرب من الجوار المقدس لأئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام لأن الفتن ازدادت والظهور قريب ووشيك وكلما زاد الظهور زادت الفتن والأخطر من ذلك أن هنالك في موازين الأعمال وموازين المنازل راح يصعد البعض ويهبط البعض يعني لتساطن صوت القدر حتى يرجع اسفلكم اعلاكم واعلاكم اسفلكم، اذا هنالك فتنه يتم فيها غربله المؤمنين، وعليه احنا نكون لازم اكثر على وجل وعلى حذر، وهذا ايضا من الخوف المحمود اللي يجب ان نكون نحن من الخائفين في ان نفقد منزله او مرتبه. أو نضل السبيل والعياذ بالله أو أن نفتتن في ديننا، لذلك وجدت أئمة الأدعية لأئمة أهل الهدى عليهم صلوات ربي وسلامه في سبيل إنقاذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن محبطات الخطايا، من ضمن هذه الدروع اللي تقينا شر الوقوع بالفتن هي دروع الأدعية اللي هي من أئمة أهل البيت فتعالوا معنا إلى فقرة دروع واقية. دروع واقية. للأمن من كل داء، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: تدري لمن تجبتك من خلقي واصطفيتك لكلامي. قال لا يا رب فأوحى الله عز وجل إليها إني اطلعت إلى الأرض فلم أعلم عليها أشد تواضعا منك فخر موسى ساجدا وعفر خديه في التراب تذللا منه لربه تعالى فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك ومر يدك في موضع سجودك وامسح بها وجهك وما نالتا من بدنك فاني اؤمنك من كل داء وسقم حياكم الله مشاهدينا الكرام مره اخرى، وان شاء الله قد استفدتم من هذه الروايه كما نحن معودين من انه الشفاء من كل داء وحتى الامن من الخوف، نستخدم تراب قبر الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. بأبي هو وأمي حتى الطفل لما يردون يحنكون يحنكون بتربة أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وهي من وصايا أهل البيت ودليل على ذلك قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وينقل ابن قولويه يقول الطين أكله حرام كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات لم أصلي عليه إلا طين قبر أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله بشهوة لم يكن فيها شفاء وهنا مشاهدين الكرام كثير من الروايات تذكر أنه مو أي موضع الموضع اللي موجود عند رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه بحيث كانوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يميزون التراب من رائحته الزكية ومن لونه الأحمر روايات كثيرة تذكر هذا الأمر وهناك دعاء طبعا لما أنت تأخذ عبارة عن حمصة أو شيء قليل من هذه التربة تذكر دعاء تقوله طبعا هذا التراب حينما تأخذه تشمه وتضعه على عينيك ولا تتناول أكثر من حمصة فإن تناولت تقول اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها وبحق الملك الذي خزنها أسألك بحق الوصي الذي حل فيها يعني يقسم على الله سبحانه وتعالى بحق الحسين. الحسين سلام الله عليه أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعله شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء فإن قلت ذلك فاجددها في شيء وقرأ عليه إن أنزلناه في ليلة القدر إذا هذه الأمور لما نأخذها دائما وحتى مره الامام السجاد سلام الله عليه امر احد اصحابه بانه يضع تربه الامام الحسين بشيء من العسل امر احد اصحابه فقال وزعها على الناس لكي يستشفوا بها فهذا ما حببت اعقب عليه بعد حديث نعم واحد يتبادر الى الى ذهنه انه هذه الاعداد الهائله من المحبين والموالين والمصدقين بهذا الحديث اذا كان الكل ينشد هذه التربه يعني راح ما يبقى تراب على قبر الحسين سلام الله عليه وعلى مر السنين العجيب آه انه امر الحسين سلام الله عليه آه كل من يزور ارضه تتسع هذه الارض لاستقبال المزيد بشكل غير مسبوق باي دولة من دول العالم، وبنفس الوقت هذا التراب الذي لا ينقضي ولا ينتهي، حقيقة هاي من المعاجز على مر السنين ياخذون من هذا التراب، إلى أن وضع الضريح ووضع فوقه ما يحميه إلى آخره، لكن لازالت تربة الحسين يتم تسريبها والله عز وجل يبارك بها، لذلك احنا نلاحظ جداتنا وبعض الزائرات الى الان الى الان يغسلون الضريح بشيء يعني تاخذ وياها مي وتاخذ وياها مثل الطاسه تفرغ المي حتى تاخذ من مي التراب اللي على الضريح البعيد قدر الامكان حتى تنال شيء من تربه ذيك المنطقه. احنا بالذات وجدنا ولمسنا أن تربة الحسين سلام الله عليه حتى البعيدة عن قبر الحسين باسم الحسين تصنع الشفاء وهذا عندي تجربة ويا مستفسرة عملت وياها حلقة وهذه المستفسرة ابنها كان بفتحات بالقلب كثيرة وعلى أساس دي له عملية شربته من تربة الإمام الحسين من هذا اللي يوزعونه إياه التراب اللي كان تربة قبر الإمام الحسين اللي كانوا يوزعون إياه أعتقد اللي مال الأنقاض يعني ما ما أعرف إذا نفس هذه التربة الأصلية اللي كان يوزع لكن بكل الأحوال الطفل تم تغليف قلبه بشكل كامل وتم نشر خبره بالجرايد ولما التقيت هي دكتورة دكتورة وصيدلانية يعني كانت معجزة جدا كبيرة، المرة الثانية أيضا شربته من تراب قبر الحسين وهو عنده خلل ومشكلة بالفقرات اللي بظهرها هم يسووا له عملية آه هذه المرة تقول البراغي تتحرك وحدها بغرفة العمليات وكتبوها بالجريدة الواقع هي كانت فلسطينية مستبصرة لكن هذا كله آه جعلهم عائله باكملها يتحولون الى التشيع طبعا اكيد بالحسين اهتديت <applause> نعم صلوات الله وسلامه عليه وصلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا ابا عبد الله يا بابا نجاه الامه حقيقه مشاهدينا الكرام يعني الحديث يطول وكثير من الادله والقصص اللي تثبت هذا الامر وهم اهل البيت الصادقين من من ذاك النسل الصادق للصادق الامين عليه افضل الصلاه والسلام. نقطه تحول ان شاء الله فقرتنا الاخرى نتابعها معا. السلام عليكم. بعض الاحيان الانسان يمر بمواقف تجعله يلتفت الى امور لم تكن بالحسبان. قصه احدى الاخوات تقول احنا كنا عائلتين نعيش في بيت واحد. بعض الأحيان تحدث مشاكل واختلاف بالرأي بيني وبين زوجة حماية وبعد فترة من الزمن تنعاد تنسي هذه المشاكل وتمشي الأمور على خير لكن هذا ما يبدو ظاهرا وفي يوم من الأيام آني تفاجأت أنه أنا متهمة بسرقة مصوغات ذهبية ووصل الأمر إلى مشكلة كبيرة جدا ووصل الأمر أيضا إلى تفتيش غرفتي زوجي رفض هذا الموضوع رفض تماما، وقال لا اخلاقي ولا تربيتي تسمح لي اتصرف هكذا تصرف. رفض زوجي زاد المشكله اكبر، حسيت كل الابواب انغلقت في وجهي. من بعدها توجهت الى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، واتوسل بالامام سلام الله عليه حتى يخلصني من هذه المشكله واثبت براءتي امام الجميع. فكنت متمسكة بقراءة دعاء الفرج ليل مع نهار وأطلب الشفاعة من الإمام سلام الله عليه ولا في فد يوم من الأيام الشخص اللي سرق هذه المصوغات الذهبية اعترف أمام الجميع هو اللي سرق هذه المصوغات الذهبية وخرجت براتي أمام الجميع في هذه النقطة وبهذه المشكلة حسيت وأدركت وأيقنت أن الإمام سلام الله عليه معنا في كل خطوه وكنت متمسكه دائما ولهذه اللحظه بقراءه دعاء الفرج يوميا ليل مع نهار وكان ورد ثابت في يومي بالرغم كل الظروف والمشاغل اللي تمر علي في نهاري. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه واجعلنا من انصاره واعوانه يا ارحم الراحمين. مشاهدين الكرام شكرا لكرم المتابعه وهذه عوده الى زميلاتي في استوديو برنامج خير الكلام الهي كيف ادعوك وانا انا وكيف اقطع رجائي منك وانت انت هذا الدعاء للامام زين العابدين سلام الله عليه علمه مقاتل فكان مقاتل هذا الرجل يواظب عليه ويقول العنوني اذا هذه هذا الدعاء ما كررته مئة مره وما تم الاجابه به دائما الله عز وجل قريب احنا بعيدين وبذكر صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولي امرنا اجمع هو الامام الحجه وهو ولي امرنا اجمع عندما نفزع اليه في المهمات والملمات عاده ما يكون هنالك حل يعني مثل ما ان الله عز وجل قريب، الامام ايضا قريب لانه حجه الله في ارضه. صح احنا ما نشوفه لكن نلمس اجابته. مجرد ان الانسان يصير بشده ويسلم على صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف ويقول: يا صاحب الزمان ادركني. يا ابن فاطمه الزهراء ادركني. فكيف اذا اقسم على الامام بالزهراء واقسم على الامام بالحسين واقسم على الامام بالنبي والعتره الهاديه فكيف لا يكون هنالك ادراك في تلك المصيبه وهذا ما جربناه مرارا كيف نستغيث بصاحب الامر وسرعان ما يكون هنالك القضاء للحوائج يعني الحقيقة أنا في بعض الأحيان أفكر بأقوام لم يعرفوا هذه يعني إحنا نعتبر أمة مرحومة لأننا يعني فضلنا أن نكون بأمة محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام طيب اللي, اللي ما عدى فاطمة ولا عدى الحسن والحسين يعني ما ملتفت إلهم هذا هيش. شنو حياته وبيش يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أنا أعطيهم عذر أعطيهم عذر دول اللي ينتحرون أقول ما عاش الحب الحقيقي للنبي وعترته في قلوبهم، ما استأنسوا بذكر الله ومناجات اهل البيت في قلوبهم، فله السبب يشعرون بالغربه، هذا الشعور يكون ملازم لهؤلاء الجهله، دائما يصابون بامراض نفسيه، بزعزعه، بانهيار الى اخره. ولذلك يعني الجاليات اللي تكون خارج البلاد يعني لهم حقيقه دور كبير بتعريف هؤلاء الناس بقضيه وخاصه يعني في عاشوره اكثر الاحيان تكون تلك المسيرات وان شاء الله بمناسبات اهل البيت نسال الله التوفيق لهم حقيقه وان شاء الله الاجر لكم مضاعف لانهم انتم في بلاد غربه لكن لم تنسوا ذكر الائمه وايضا تكونون انتم من تعرفون بهم في بلدان غربيه وان شاء الله بجهودكم المبذوله يعني نجمع اكبر قدر ممكن من انه يستبصرون بنور بنور الله ومعرفه الله ونور محمد وال محمد عليهم افضل الصلاه والسلام. فقرتنا الاخرى ان شاء الله راح تكون سفن النجاه نتابعها معا ولا نعود معكم من جديد. سفن النجاه منزله الوصي من الامين. ورد عن الامام الصادق عليه السلام عن ابيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لعلي بن ابي طالب عليه السلام يا علي انت مني بمنزله هبه الله من ادم وبمنزله سام من نوح وبمنزله اسحاق من ابراهيم وبمنزله هارون من موسى وبمنزلة شمعون من عيسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يا علي، أنت وصيّي وخليفتي، فمن جحل وصيتك وخلافتك فليس مني، ولست منه، وأنا خصمه يوم القيامة. يا علي، أنت أفضل أمتي فضلاً وأقدمهم سلماً. واكثرهم علما واوفرهم حلما واشجعهم قلبا واسخاهم كفا يا علي انت الامام بعدي والامير وانت الصاحب بعدي والوزير وما لك في امتي من نظير يا علي انت قسيم الجنه والنار بمحبتك يعرف الابرار من الفجار ويميز بين الاشرار والاخيار وبين المؤمنين والكفار الحمد لله على نعمه ولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه اللهم اسالك الثبات على ولايته ما حيينا ان نكون من المخلصين والصادقين بولايته ان نكون من المتبعين له قال تعالى في كتابه الكريم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون في هذه الايه قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لم يقل فاسلكوه يعني الصراط المستقيم شخص يتبع ويتجسد بعلي بن ابي طالب وبولايه علي بن ابي طالب يستكمل ال 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 الوصول الى رضوان الله تعالى ان هنالك عقبات على الصراط هذا الصراط المستقيم عندما يقال في كتب المخالفين يوصف بانه احد من السيف ما يعني احد من السيف بناء على صدق هذه الروايه انه هو ادق من السيف يعني هذا الامر دقيق لا يتقبل المهادنه ولا يتقبل ان يكون الامر بوسع انه تكون انت حر في اختيارك إذا هيك سويت وهيك سويت صح إذا واليت علي مثلا واليت أعداء أو غيره يكون أمرك صح لا لما يكون أحد من السيف يعني من يقبل الغلط ولا يقبل الخيار لا خيار إلا هو هذا الواحد خيار واحد أمامك غير قابل للإنحراف وكيف يكون هناك قلب يحتوي حب علي بن أبي طالب ويحب مبغضيه هذا يعني حقيقه قلب منافق لانه ما كان لرجل يحب الحق من قلبين في جوفه اذا هو قلب واحد اذا كان هنالك شك يكون قد زاغ هذا القلب نعم. او كان مؤهل للزيغ والعياذ بالله نعم روايه عن الامام جعفر الصادق سلام الله عليه ايضا عن اباء عن جد رسول الله صلى الله عليه واله يقول يا علي انت اخي ووارثي ووصيي محبك محبي ومبغضك مبغضي يا علي انا وانت ابوا هذه الامه يا علي انا وانت والائمه من ولدك سادات في الدنيا وملوك في الاخره من عرفنا فقد عرف الله ومن انكرنا فقد انكر الله وكذلك ايضا عن الامام الصادق يقول كان علي عليه السلام يرى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل الرساله الضوء ويسمع الصوت وقال له لولا اني خاتم الانبياء لكنت شريكا في النبوه فان لم تكن نبيا فانك وصي نبي ووارثه بل انت سيد الاوصياء وامام الاتقياء هكذا هو امير المؤمنين ومن الان نبارك لجميع الشيعه والموالين ولاده سيد الوصيين عليه افضل الصلاه والسلام وامير المؤمنين وثبتنا الله واياكم على ولايته ودائما نردد بعد او عقب صلاه الفجر اللهم احيني حياته علي بن ابي طالب وامتني مماته وكذلك دائما القلب لما يميل لامير المؤمنين فهو ان شاء الله يكون مع الحق فالحق مع علي وعلي مع الحق نعم ولا بد أن لا يكون هنالك حاجز بيننا وبين علي يا يكون هذا الحاجز بالأعمال السيئة الحاجز بالنفاق الحاجز اللي يمنعنا أن نصل فنعوذ بالله نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يقولون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم باب بسور باطنه فيه الرحمة لهؤلاء اللي هم أئمتنا سلام الله عليه وبا وظاهره العذاب لهؤلاء الذين نافقوا أعوذ بالله أن نكون من المنافقين لذلك في هذه الآية أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به اذا هنالك وصيه وصايه ولشد ما وصى الرسول صلى الله عليه واله بولايه امير المؤمنين سلام الله عليه ولعلكم تتقون هنالك قد تكون هنالك الكثير من النوازع الدنيويه والاسباب اللي تمنع الانسان وتغريه وتعميه عن ان ينصر امامه. فعلينا ان نسلك هذا الصراط، كيف نسلك هذا الصراط؟ ان لم يكن الاتباع لائمتنا هو اتباع حقيقي ونتبعهم بما صنعوا جميعا استشهدوا من اجل بقاء هذا الدين، فعلينا ان نمشي بمسيرتهم حتى لو كلفنا حياتنا، وطبعا ايضا اكدوا على تلاوة القرآن الكريم وفهم آياته، لذلك خصصنا هذه الفقرة لكم أحكام تجويديه. مرحبا بكم أيها الأحبه مسيتم خيرا. ما معكم في هذه الجولة القرآنية ومن برنامج خير الكلام وفي فقرة أحكام تجويدية تحدثنا في الحلقة السابعة عن عفوا عن كيفية قراءة سورة الفاتحة وتحدثنا عن كيفية قراءة البسملة وبدأنا في سورة الفاتحة أيضا تحدثنا عن الآية الأولى الحمد لله رب العالمين كيف نحقق هذه الحركات وننطق هذه الحركات بالشكل الصحيح والسليم الرحمن الرحيم أيضا ما أقول الرحمن أو الرحمن لا بالكسر الرحمن الرحيم هكذا مالك يوم الدين هنا يجب الانتباه أكثر مالك يوم الدين كلمة مالك الكاف مكسورة يعني فقط حركة كسر البعض يطيل في هذه الحركه فيجعل او ينطق حرف الياء فيقول مالكي يوم الدين صارت ياء يعني من حركه الى ياء يعني اضفنا حرف على الكلمه وهذا خطا هذا خطا ايها الاحبه فيجب ان احقق حركه كسر حركه مالكي يوم الدين صار واضح في كلمه مالكي لن اسمع ايضا البعض مالكي يوم الدين يطيل في حركه الكسر فيحقق يا اثناء النطق وهذا خطا اضفنا حرف الى الكلمه وهذا خطا فيجب ان اعطي فقط حركه كسر في كلمه مالكي مالك يوم الدين ايضا البعض يوم الدين او يوم الدين هذا خطا الميم مكسوره مالك يوم الدين هكذا طيب اياك احقق هذه الهمزه اياك والياء هنا مشدده إياك نعبد نعبد كلمة نعبد أيضا هنا نحتاج إلى التفات أكثر وانتباه أكثر وتأمل أكثر في قراءة هذه الكلمة لما أسمعه من بعض الملاحظات عند الأخوة أو الأخوات أثناء قراءة سورة الفاتحة في كلمة نعبد 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 النون مفتوحة حركة فتح العين ساكنة نع الباء مضمومه الباء مضمومه الباء مضمومه اؤكد على حركه الباء الباء مضمومه لان الكثير منا او ممن اسمعهم يقرا الباء مكسوره نعبد خطا ليست نعبد وانما نعبد وكيف احقق هذه الضمه مباشره اضم الشفتين اثناء نطق الباء فاقول نعبد نعبد شوفوا نعبد حققت حركه الظن بالنسبه الى الباء فليس نعبد نعبد خطا نعبد هكذا اياك نعبد واضح واياك نستعين ما اقول واياك واياك ما يصير واياك نستعين لا واياك احقق الهمزه واياك نستعين صار اياك نعبد باعوا نعبد وإياك نستعين جيد إلى هنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في كلمة أنعمت أيها الأحبة أحقق الهمزة صراط الذين آ أه. أحقق ما أقول ما أقول صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت يعني صير همزة وصل لا أحقق همزة القطع صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايضا يحتاج الى تنبيه وتنويح عن كيفيه قراءه كلمه المغضوب والضالين خصوصا حرف الضاد، ان شاء الله سابينه في الحلقه الاخرى. انتهينا معكم ايها الاحبه وانتقال الى الاخوات الزميلات في الاستوديو. شكرا للأستاذ يحيى الصحاف على كل ما تفضل به ببيان قراءة سورة الفاتحة اللي دائما منكررها بصلواتنا ونسأل الله أنه يؤجر على هذا الأمر بموضوع حلقتنا اليوم نحكي عن تهويل الأمور في كثير من الناس من يهول الأمور من أجل أنه يدفع القرصة إلى جانبه <applause> فمثلا على سبيل المثال انه كيف البعض يكذب ويوصل اخبار غير صحيحه من منطقه الى اخرى من اجل انه مثلا يرفعون اسعار منتج معين على سبيل المثال او من اجل انه يسقطون شخصيه سياسيه حتى وان كانت هذه الشخصيه على الحق. ومو يعني موصين بهذه الشخصيه من قبل رسول الله صلى الله عليه واله ومن قبل الله كشخصيه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فكان معاويه يدفع اموال كثيره حتى يقول انه علي والعياذ بالله على الباطل، فحينما وصل خبر استشهاد امير المؤمنين وهو كان يصلي بالمحراب، تعجبوا وكان علي يصلي، فهذا باب من ابواب التهويل والاخبار الكاذبه اللي كانت تصل الى الشام. حتى يعني ياخذون او يحطون من منزله امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. البعض منهم من ينقل صوره عن بلد معين وهذا التجربه احنا مرينا بها نقلوا صوره عن العراق انه بعد ما صار السقوط ودخل داعش انه اصبح بلا حياه وانه خراب وغيرها من هذه الامور. فلما حصلت البطولة في الآونه الأخيرة في إحدى المحافظات العراقية كالبصرة، وشافوا أجواء العراق، تبدلت الصورة الذهنية لدى الكثير من الناس عن هذا البلد الجريح، البعض منهم من هُدد بأنه داعش لا يمكن الانتصار عليه، لكن الحقيقة الدور يعود إلى. سماحه المرجع الديني وكذلك الكثير من الابطال الاشاوس والشهداء الابطال اللي دافعوا عن هذه الارض واثبتوا للعالم خلاف ما قيل من اكاذيب ومن تهويل من الاحاديث فلذلك كل من يهول الامور على حساب مصلحته وعلى حساب يعني أنه يحط من شخصيات معينة أو من بلد معين أو حتى مثلا يهتز ثقة الناس بكثير من الأشياء أحسنت يا أزهار وهنالك أنواع من التهويل تارة يكون التهويل كما تفضلتي إعلامي من أجل فائدة سياسية أو من أجل فائدة اقتصادية يصعدون سعر الدولار ينزلون سعر السلع يصعدون سعر الأراضي يصعدون سعر بضاعة معينة يكسرون بضاعة وتارة أخرى في سبيل زعزعة الأمن والاقتصاد وزعزعة أمن البلد وقوة البلد وزعزعة صفوف الجيش إلى آخره. هذه ذكرها الله عز وجل في كتابه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم زادهم الله ايمانا هؤلاء لانهم ثبتوا ازدادوا ايمانا لم يبالوا بالضبط مثل ما حدث مع الدواعش انه لم نبالي ومضينا وانتصرنا اذا على الانسان ان لا يقيس بما يسمع كما يقال بين الحق والباطل اربع اصابع اذن تسمع وعين ترى وينضم الينا سماحه الشيخ منير الكاظمي لمزيد من الفائده والكلام حول هذا الموضوع اهلا وسهلا بكم سماحه الشيخ مساكم الله بالخير والعافيه وكفاكم الله مهولات الامور حياكم الله اختي اهلا ومرحبا بكم عفوا تفضلوا حياكم الله سماحه الشيخ، سؤالنا الاول ما هي الدوافع اللي تجعل بعض الاشخاص يهولون الامور ويصعبوها؟ تفضلوا سماحه الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. طبعا موضوع التهويل او ما يقابله أوصاني بالناس وحب الأوطان أوصاني بالمال العام قال تذكر يا بسام للأسف الشديد يعيش خارجه ما يكون سبع وشجاع أو يقتحم العقدة لهذا الموضوع أو يدخله يعني مثلا إحنا عندنا فتح حكمة تقول اقتحام الشيء خير من الانتظار في خارجه يعني شايفة أختي هسه أنت القرآن قالها فإذا خفتي عليه فألقيه فليا نعم ولا تخافي ولا تحزني ليش أختي ليش الخوف والحزن يعني صاحب الميزان يقول ليش هنا الخوف وليش الحزن لأن الخوف هو من أمر سيحدث والحزن من أمر وقع فالقرآن يقولها بعد لا تخافين مستقبل ولا من أمر وقع هذا يجي من من التوكل على الله فهذه شيء سحولها هذه سحولها حالة غموض دائما لا تعيش لما تتعامل ويا عوارض الأحداث لا تعيش حالة غموض هذا مو صحيح، ادخلها، اقتحمها حتى تتوضح عندك الاشياء وهذه الجزئيات من تتوضح راح تسهل عليك الكثير من الامور. امر اخر يدفع بالتهويل هو عامل الخوف. الخوف في بعض الاحيان ممدوح وفي بعض الاحيان مذموم. القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما ذلكم الشيطان. يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين بعد القران يقول يعني صور لنا فتحاله قادها ابو سفيان سوى فدهاله اعلاميه راد يجب جيش المسلمين فاجى القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله الانسان المؤمن المفروض يكون رصين يكون هادئ بالتعامل لا يكون مثل بعض الفئات بجيش الاحزاب جيش الاحزاب القران سلط الضوء على جيش المسلمين يعني طلعوا بهم منافقين كذابين أكو بعض للأسف الشديد إن يريدون إلا فرارا لكن القرآن من يجي يرشح لي بورقة الترشيح من صمد وثبت إيش قال عنهم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا, ما صدقوا صدقوا عاهدوا الله عليه علي فمنهم جزاك من الله خير طبعا جميل كلامك لهذا السبب ما نحب نقطعك انا طبعا اذكر هنالك قول لامير المؤمنين اذا هبت امرا او اذا هابك امر فقع فيه فان هيبتك منه اشد من الوقت. احسنتي احسنتي نعم سخوة بعد اني اشكركم لان انتم عضدتوا الحكمه نعم بروايه لامير البيان صلوات الله وسلامه عليه هو بقى بلي بلي مجال الامير المؤمنين ما دخل بي وما تكلم عنه سلام الله بلي بلي هنالك بعض الامور تحدث أيضا ضمن دائرة التهويل إنسان يعظم الأمور في نفسه في قلبه مثلا هي شغلة بسيطة يكبرها أزمة بسيطة يعظمها مرض بسيط يكبره كلمة لأمثال هؤلاء بل أختي أحسنتي هو هذا نرجع يعني أختي نرجع لهذا الموضوع أكو ترى كثير من الناس يوقع نفسه بمشاكل مشاكل أسرية مشاكل نفسية يصاب بالاكتئاب يصاب باليأس يصاب بالإحباط يصاب بالحزن ترى هذا أختي هذا هو جابها النفس ليش؟ لأن أولاً خوفه مو بمحله قلقه مو بمحله احتمالاته مو بمحلها هو لو كان يتمتع بإيمان يعني شوفوا أختي إحنا نجاوبه نجاوبه بكلمة للقران يقول فلما تراءت جمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون جاوبهم هذا النبي قال كلا ان معي ربي سيهدين، سندي. الانسان اذا متوكل على الله اذا شوف احنا عندنا بالروايه يقول لو لو ان ابن ادم لم يرجو الا الله عز وجل ما وكل الى غيره، الانسان خليه يتوكل على الله عز وجل الانسان عاده خلي يكون ايمان عالي بالله جل وعلا هذا كله بدوره هذا كله بدوره يخفف نعم الوقت من المصيبه نعم من المشكلة قبل ايضا طبعا قبل قليل اختي طبعا هيك بس عدي فد, فد كلمه كلش مهمه نعم تفضل يقول اكو كلمه للامام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني يقول شر الناس من خاف الناس في ربه ولم يخف ربه في الناس نعم. تلاحظون شلون جميل. المفروض الإنسان دائماً يخلي قول الله ثم ذرهم بعد خلص نعم باختصار سماحه الشيخ عفوا نعتذر احنا بس حتى نستثمر حديثك الشيق والرائع عن العفوا. عن هذا الموضوع بدقيقه اليوم احنا مقبلين ان شاء الله على زمن الظهور المقدس كيف نتعامل الله. مع تقلبات الاحداث من من تهويل الاحداث من اخبار كاذبه من غيرها من هذه الامور هل يكون المفتاح للقضاء على هذه الامور من خلال معرفه الامام او معرفه الاخبار اللي وردت عن اهل البيت او شنو الحل تفضلوا سماحه الشيخ احسنتم اختي هاي كلش ايضا مساله كلش مهمه اني حتى اكون انسان آه انسان واقعي انسان مثالي نعم. انسان ناجح لا بد ان استقل احداث من مصادرها الحقيقيه حقيقي. يعني مثلا قران يقول ومن اصدق من الله قيل هذا مصدر خلص الله عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من هذه الدنيا أصل لمرجعين من بعده كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما صدر عن ساحة المعصوم بطريق صحيح وصريح أخذه وأثبت عليه وهذا هو الفوز المبين إن شاء الله أعتقد رواية الإمام الحسن العسكري عليه السلام لوالد الصدوق لما قال له أوصي شيعتنا بالصبر وحسن الانتظار فإن أفضل أعمال أمتي في آخر انتظار الزمان انتظار الفرج. انتظار الفرج جزاك الله خير الجزاء شكرا جزيلا سماحة الشيخ منير الكاظم يدامكم الله, الله, الله للإسلام إن شاء الله عفوا إن شاء الله في ميزان حسناتكم شكرا لكم جزيلا سماحة طبعا الشيخ. مسألة التهويل والتخويف وتهويل الخبر وتهويل المصيبه هاي ايضا تدخل في تهويل الحالات لما انسان يشوف منك حسنه يصغرها ويكتمها لكن من يحاول يدور عليك الزله يهولها ويكبرها وينشرها صح. هذه ايضا من سلبيات المجتمع الموجوده لهؤلاء المهولين والكذب هو مفتاح كل سوء اكذب 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 حتى يصدقك الاخرون دائما هي يعني المشكله هم ما يصدقون نفسهم فعلا هم يختلقوا لهم كذبه يصدقونها حتى بعدين ينشروها والعالم ايضا يعني يصدق هذه الكلمه نسال الله سبحانه وتعالى انه يعني ندارك هذه الامور كثير من ايضا الاحداث اللي صارت بالتاريخ نعم المخرج يشير إلى دقائق الختام فلذلك نحن نقول شكراً طبعاً لكل الكادر اللي ساهم بإنجاح هذه الحلقة شكراً لله عز وجل وشكراً لزميلة ابتهاج ترككم في رعاية المولى عز وجل ورعاية مولانا صاحب العصر والزمان شكراً لك يا أزهار وشكراً لكم مشاهدينا الكرام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته